نقول يعني احنا دخلنا البطولة البلاي اوف هذه، يعني الخسارة تاع اول ماتش اثرت علينا، وش راح نقول؟ الحمد لله على كل حال، وفيليسيتاسيون للمولودية، وربي يجيب الخير في اللي باقي وربي يوفقنا ان شاء الله. اول حاجة دربي العاصمة تاع ولاية برج بحرين وفى بالوعد تاعو، مقابلة خلاص بكل روح رياضية، جرات مقابلة ربحونا المنافس بأخطاء من اللاعبين تاعنا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر اللاعبين تاعي على المجهود اللي بذلوه في مباراة تاع اليوم. مباراة كانت صعبة، ديربي برج بوريريج، مباراة فيها ضغوطات داخل وخارج الملعب. احنا حضرنا المباراة تاعنا كما ينبغي، قدرنا نحافظوا على الهدوء تاعنا وقدرنا نحافظوا على التركيز تاعنا، نظن هو اللي فرق في المباراة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، مباراة تاع اليوم كنا مركزين مليح فيها، الفريق المنافس يعني نعرفوه، لعبنا ضد مباراتين ذهاب وإياب، الحمد لله درسنا نقاط القوة تاعو ونقاط الضعف ولعبنا عليهم، إن شاء الله نحضروا المقابلة الجاية.